شحال دابا مسكين باش اختفى؟ نعم شي ويجور دابا شي ويجور 8 ايام باش اختفى. كيفاش عرفتوا انه مسكين؟ الانسان دابا جاو الناس شموا الريحه ماشي عاديه، ودرنا واحد الورقه في الباب ما بقاش ديك الورقه ما كاينش ما كيجيش باش يحيد هذيك الورقه ما تحيدتش الورقه باش دابا 8 ايام هذيك الورقه في الباب ما تنمناش من البلاصه ديالها. بغيتي تشوفوا هذا الشيء السيد مسكين واش عايش ولا ميت؟ ان الله وان الى راجعون. كي داير السيد المعامله ديالو؟ كي داير المعامله ديال هذا السيد؟ الله يعمر دار السيد، اخلاقه وكل شيء وثقافه كل شيء الله يرحمه. ما قد قاعدين هذا شوفوا معنا هبطنا للدار، كل واحد كياكد نفس الريحه اللي كنشموا. ذاك كانت ريحه كريهه شنو؟ هي تنا رايحه كريهه اللي كدار كدار. هي تنا السرطه كيما ديرها كاين كاين شحال ديال سيدي مسعود. جاو واحد العجله في البلاصه وجا الطاقم ديال لي سوبر بوم يعني رجال المطافي، وحتى حضرت سيارات الاسعاف داروا الخدمه ديالهم، داروا الواجب ديالهم. لقينا مول الامانه دابا الباب مسدود عليه من الداخل، داروا الاجراءات ديالهم والله يرحمو. وعاد باش زادت الريحه طلعت بداك الشيء. هذا الراجل شحال عنده معاه تقريبا؟ ساكن معنا 20 عام تقريبا، يعني كبير هو كبير. هو بيت 60 عام كان عايش بوحدو. صورتي بوحدو ما عنده حتى شي واحد، ما مزوج ما مطلق ما وحده العائله. لقينا عنده خو في الطليان. صديق ديالكم؟ نعم صديق ديالكم. ساكن معنا جارنا ما عندوش صدقه، كنلقى بالزرقاء ما تيقولش السلام عليكم. احترام لنا ولا هو هكا كبيره، احنا مخلين لانه جار كبير ولكن مزيان ولدي مزيان. ما ديما نقول حقيقه في المستوى ما يعير ما يجبد ما يدخل مشاكل، حتى لك كتي في الباب يدخل كيتزع والله ويخليك تا تدخل عاد باش تدخل واحد راسه راسه. وتبقى الامور دائما ما عرفناهمش ما كاينينش هنا. حنا قلنا عليهم كاع كل الناس قلنا بعضياتنا ما كاين. اللهم الا كان الشرطه عثرات على الحقيبه ديالو اليدويه شي عنوان من التليفون ديالو مع خوه ولا مع عيلته راه قامت بالحج ديالو لصالح القانون. وكذلك الطب الشرعي من بيسترا عن طريق الله يحفظنا وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. لا إله إلا الله لا إله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.